ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التمارين البسيطة، التمارين اللي نركز عليها هذه الأيام، هذه يعني الفترات الفطور، هي الفعاليات الهجومية، سواء كانت بالكرات العكسية أو من العمق أو بالتصوير على المرمى. فشيء بسيط ويعني ينظم بشكل سريع، عشان هنا عندنا أربع علامات تكون هاي المنطقة المظللة اللي هي عبارة عن تقريبا 30 ياردة أريتها حتى يصير ركض من العمق، ركض لمهاجمة كرة عكسية فريتها أضيقها شوية، وبعد ذلك هذه أفتحها فتصير هاي 44 ياردة وهاي 30 ياردة، يعني هذه موازاة منطقة الجزاء، فتكون منطقة مظللة بهذا الشكل. فالتمرين يجري على سبيل المثال من الدعش، يعمل دحرجة باتجاه منطقة الجزاء، ثم يعكس الكرة إلى اللاعب البعيد رقم 9 يهاجم الكرة لاحظ ويردها يلعبها أمام اللاعب رقم 8 يهاجم الكرة ويلعبها إلى الجناح إلى اللاعب رقم 7 ينطلق من هنا. من ينطلق اللاعب رقم 7 قبل أن يصل الكرة يكون اللاعبين 9 و8 و11 انطلقوا داخل منطقة الجزاء تحت ضغط المدافعين 4 و5، لاحظ ذولا بألوان مختلفة عن ملابس المهاجمين، ويصير 3 ضد 2 في هذه المنطقة، يعني 3 ضد 2 هو اللي احنا نبحث عنه، نوع من أنواع التدريب تقريبا بواقعية شوية وبتشابه من وضعيات اللعب. ودائما عندك انت اكثر من مدافعين، يعني 3 ازواج من المدافعين عشان يبدلون العمل، بينما من خلص داعش من انهى الفعالية مع زملاء 8 و9 و7 يرجعونها رولة بسيطة خلف مجاميعهم ما يغيرون، يبدون المجموعة الثانية. المجموعة الثانية احنا بالمجموعة الاولى بدينا من جهة اليسار، لاحظ الكرة عند من الآن؟ عند المجموعة الثانية. فالمجموعة الثانية يعني مثلا لو نشير لها برقم معين، يعني نعتبرها 2 مثلا، فيبدي من 2 من جهة اليمين ويصير الكروس من جهة اليسار، فمرة من اليسار الكرة عند داعش، مرة ثانية من اليمين الكرة عند اللاعب هذا، مرة ثالثة من اليسار ترجع الكرة هذا.